السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة حلويات كاميليا. كنتمنى انكم تكونوا في صحة جيدة ويلقاكم يا ربي هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. فيديو ديال اليوم غادي يكون متنوع بثلاثة ديال الوصفات اللي ساهلين بزاف وجد اقتصاديين. فاول حاجة غادي نشارك معكم طريقة تحضير ديال هاد البسبوسة هادي اللي كتجي رائعة. كنحضروها بجوج ديال الكيسان ديال اللبن، كتجي جد اقتصادية. وثاني حاجة فغادي نشارك معكم طريقة تحضير ديال الكاب كيك اللي كيجي اكثر من رائع مع جميع القياسات وجميع طرق ديال النجاح ديالو، كيجي اكثر من هائل بمقادير اللي جد اقتصاديه. كذلك غادي نشارك معكم هاد الحريشات هادو ديال الفران اللي كيجيو ساهلين بزاف وكيجيو عاطين المنظر، واهم حاجه انهم بنان بنان بزاف. فتبعوا معي الفيديو الاخر. فاذا بالنسبه للمقادير ديال البسبوسه فكنحتاجو 3 حبات من البيض، ضروري ان يكونوا بدرجه حراره المطبخ. كنضيف عليهم ايضا 2 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه من السكر الخشن او سنيده، وكنضيف عليهم ايضا 2 ديال الكيسان ديال الزيت. ضروري انه القياسات يكونوا بحال السكر بحال الزيت. كنديروا 2 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه، وكنضيفوا ايضا لهاد المكونات ساشيه وحده من سكر الفانيليا، يمكن لكم تعوضوها بالقشره ديال البرتقال. كنضيفوا ايضا قريصه ديال الملح، وكنضيفوا 2 ديال الكيسان ديال اللبن. دائما القياسات اللي كنقول لكم هي بقياس كاس العنبه بالكاس اللي كيوزن تقريبا 150 ملي. وبالنسبه ليا هنا فاستعملت اللبن، غادي نوريكم النوعيه ديال اللبن اللي استعملت. فانا استعملت هذه، خديت منها 2 ديال الكيسان وبقى ليا نصف كاس. كناخذ هنايا الخلاط الكهربائي وكنخلط هذا الشيء كلشي، ضروري انه يتمزج لنا مع بعضياته ونخلطوه مزيان. الا ما عندكمش هذا الخلاط هذا فديروا الخلاط ديال الكاس. هنايا كنضيف 2 ديال الاكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام، وكنضيف واحد الملعقه ديال جوز الهند او الكوك اللي هو مطحون. وهاد المرحله هذه فهي اختياريه، الا ما عندكمش الكوك يمكن لكم تستغناو عليه. اخر مرحله في هاد الحرشه هذه فكنضيفوا السميد الناعم ديال البسبوسه اللي كنقولوا ليه حنا السميده الرقيقه ديال الحلوه. كنضيف 4 ديال الكيسان بقياس كاس العنبه من السميده. كناخذ هنايا واحد لاطه ديال الفرن، كندهنها بالزيت وكنرشها بالسميده الغليظه او السميده الرقيقه اللي متوفر عندكم، وكنخوي فيها الخليط ديال السميد ديالنا. وضروري اننا نوزعوا هاد السميد او هاد الخليط هذا ديال البسبوسه على الجوانب كلها. في هاد الاحيان هادي راه الفرن درتو يسخن، ضروري انه يسخن جيدا عاد ندخلوا ليه هاد الحريشه ديالنا او هاد البسبوسه. كطيب لينا من الاسفل وكنهبطوها تحمر من الاعلى. هنايا كندهنها وهي سخونه بالقليل من المربى، وكنرشها كامل الفوق باش نزينها بجوز الهند او لا اي حاجه بغيتو. فدائما التزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. فضروري انني غادي نقطع معكم شي طريف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. كيجي اكثر من رائع. فكيف ما شفتوا راه كتجيب كميه وفيره، كيف ما شفتوا تبارك الله شحال عطاتني. راه الطاوه ماشي شي طاوه صغيره، راه طاوه كبيره. وهنايا غادي نرافقها بالقليل من صلصه الشوكولا الا متوفر عندكم. الا ما متوفرش عندكم فما كاينلاش تضيفوها، ففقط انا ضفتها فقط غير التزيين باش هكا تعطي واحد المنظر يكون زوين. فهذه هي البسبوسه ديالنا كيف ما كتشوفوا، كتجي رائعه 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 بزاف وكتجي خفيفه. كنتمنى هذه الوصفه انكم تجربوها لانها فعلا كتستحق التجربه ديالكم. وندوزو الفيديو او الوصفه الثانيه اللي هي وصفه الكب كيك. فكنحتاجو كمقادير او كمكونات 3 حبات ايضا من البيض اللي كيكونوا بدرجه حراره المطبخ، وكنضيفوا عليهم ايضا كاس بقياس كاس العنبه من السكر. دائما القياسات اللي كنعبر معكم بقياس 150 غرام. وكنضيف كيس واحد من سكر الفانيليا، القليل من الملح باش نعدلوا الذوق، وكنحرك هاد المكونات جيدا حتى كيتشانسوا ليا مع بعضياتهم. فاذا من بعد ما كنحرك هاد المكونات جيدا كندوز كنبدا باضافه الزيت اللي هو نصف كاس بقياس كاس العنبه. دائما كناكد على القياسات لانكم كتقولوا لي انا نعبر لكم بقياس كاس العنبه. وكنحرك هاد المكونات مزيان حتى كيدخل لي داك الزيت مع باقي العناصر. وكنضيف الحليب، الحليب حتى هو نصف كاس بقياس كاس العنبه. كنخلط هاد المكونات جيدا، وكنضيف العصير ديال البرتقال
استعملوا اي عصير متوفر عندكم، فماشي ضروري انه يكون ديال البرتقال، حتى هو نصف كاس وكنخلط المكونات جيدا. من بعد كنبدا باضافه الدقيق، كنضيف الكاس الاول، ضروري ان الدقيق يكون منخول باش هكا ما يبقاوش لكم هذوك الحبيبات وسط الكيك ديالكم. وبالنسبه للخميره الحلويات، فاستعملت هنايا جوج ديال الاكياس من فئه 8 غرام، اي ما يعادل 16 غرام في المجموع ديال الخميره الحلويات. وكنخلط هاد المكونات جيدا، وكنبدا باضافه الكاس الثاني. فبالنسبه لهاد الكاب كيك، فخدا معايا تقريبا واحد جوج ديال الكيسان ونصف بقياس كاس العنبه من الدقيق الابيض. كيف ما شفتوا راه ضروري ضروري ما غادي نغربلو هاد المكونات. فصافي هنايا بعد ما ضفت هذاك الدقيق، كيف ما كتشوفوا راه الخليط ديالنا كيكون على هذا الشكل هذا، راه ما كيكونش عاقد بزاف. نتوما فقط استعملوا جوج ديال الكيسان ونصف بقياس كاس عنبه من الدقيق الابيض، وغادي ينجح معكم ان شاء الله هذا الكاب كيك هذا. كيف ما شفتوا خديت هذوك الوريقات ديال الكاب كيك او القوالب ديال الكاب كيك، درتهم في الطاوه ديالهم باش هكا يجيونا بحجم مزيان. وكنوضع هذوك الكب كيك ديال الكيك ديالنا في وسط القوالب. وبالنسبه لهاد القوالب فضروري انكم تعمروهم حتى الفوق، يبقى لكم تقريبا غير واحد سنتيم باش هكا يجيكم القوام ديالو طالع بزاف. وغادي ندخلهم للفرن اللي كيكون ساخن جيدا. في الاول كنجهدوا عليهم النار واحد المده ديال 5 ديال الدقائق باش هكا كيجيونا طالعين. من بعد 5 ديال الدقائق فكنقصوا عليهم النار وكنخليهم يتحمروا لنا من الاسفل، وكنهبطوهم باش هكا تحمر لنا الواجهه ديالهم باش يعطونا هذا اللون الذهبي. كيف ما شفتوا راه كيجيو رائعين جدا، وكيجيو ناجحين من اول تجربه. بالنسبه للمبتدئات فغير جربوا هذه الطريقه هذه، فراه غادي تعجبكم ان شاء الله. وكيف ما شفتوا هذا هو الكاب كيك ديالنا، كيجيو اكثر من رائعين. ندوزو للوصفه الثالثه اللي هي وصفه الحريشات ديال الفرن. غادي نحتاجو تقريبا واحد 600 غرام من السميد الناعم. بالنسبه للسميد فالسميد ديال الحلوه او ديال البسبوسه، كنوضع معاهم ملعقه من الملح، وكنضيف كاس بقياس كاس العنبه من السنيده. كنضيف ايضا كمكونات لهاد العناصر هادو كاس بقياس كاس العنبه من الدقيق الابيض، ضروري انه يكون منخول، مع جوج ديال الاكياس من سكر الفانيليا باش هكا يعطونا المذاق ديال الفانيليا اللي كيكون مجهد. كنضيف ايضا ملعقه كبيره من نافع وملعقه كبيره من خميره الخبز اللي هي الخميره الفوريه. كنخلط هاد المكونات جيدا حتى كيتجانسوا ليا مع بعضياتهم، وغادي نضيف لهم تقريبا واحد جوج ديال الاكياس من خميره الحلويات من فئه 8 غرام، اي في المجموع واحد 16 غرام. فما ترونوش معايا، غادي نحاول ان شاء الله نكتب لكم جميع المقادير في صندوق الوصف. غادي نضيف ايضا كاس بقياس كاس العنبه من الزيت، هو باش غادي نبسبسوا هاد العناصر هادو كاملين، نحاولوا ان هذيك السميده ديالنا كامله نلبسوها بهذاك الزيت. بالنسبه للطريقه ديال الجمع ديال هاد العجينه، كيف ما كتشوفوا راه كنخدموا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، ما كاينلاش نعجنوا هذيك السميده لانها خصها تبقى محتفظه على دوك الحبيبات ديالها. فاذا من بعد ما دخلت هذاك الزيت في وسط السميد وباقي العناصر، كنضيف بيضه واحده فقط لهاد المكونات، وكنحاول انني ندخلها في السميد. ففقط هاد البيضه هذه هي اللي كتساعدنا باش هكا الحرشه ديالنا كتجي مجموعه وما كتجيش كتفرتت. ومن بعد هاد السميده هذه فغادي نجمعوها بجوج ديال الكيسان ديال الحليب، ماشي دافئ، حليب عادي واستعملته. كنضيف جوج ديال الكيسان بقياس كاس العنبه لهاد المكونات. فكيف ما كتعرفوا راه السميده كتختلف من نوعيه لنوعيه. بالنسبه لهاد السميده هذه اللي عندي انا، فاستعملت فيها جوج ديال الكيسان وقداتني، كيف ما كتشوفوا راه كتجي على هاد الشكل هذا. وبالنسبه للطريقه ديال العجن ديالها، كيف ما كتشوفوا راه كنجمعوا غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، ما ندلكوش هاد العجين هذا باش هكا يبقاو لينا هذوك الحبيبات يبقاو باينين ومزيانين. فبالنسبه لهاد العجينه ديال هاد السميده هذه فكتكون بهاد الطريقه هذه، كتشوفوها في الاول كتكون كتلصق، ولكن من بعد راه ما كتكونش كتلصق. غادي نحضروا كمكونات، هنايا عندنا سميده غليظه وتقريبا واحد الكاس مع ملعقه ديال جوز الهند. كناخذوا هذيك
السميده اللي وجدنا كنحاولوا نشكلوا منها كريات وكنفندوهم في هذاك الخليط ديال السميده والكوك. الا ما عندكمش الكوك فاستعملوا غير السميده بوحدها، ما كاينلاش تضيفوا الكوك. صافي كنستعمل بنفس الطريقه هاد الكرات هادو، كنقادهم بهاد الطريقه هادي. ضروري انكم تحاولوا ديروهم في حجم اللي كيكون متساوي، وكنفندوهم هكا في السميده والكوك، وكنحطوهم في طاوله اللي ضروري اننا نكونوا مفرشين فيها ورق الزبده او ورق الطهي، اولا ندهنوها بالقليل من الزيت. فبعد ما كنقادوهم في الطاوله على هذا الشكل هذا، كندخلهم الفرن اللي كيكون ساخن جيدا. ضروري اننا ندخلهم في الاسفل، نشعلوا عليهم النار من الفوق باش هكا يتفرقوا علينا بحال الطياب ديال البهله تماما، يتفرقوا لنا من الواجهه. ومن بعد غادي نطلعوهم الفوق باش يكملوا الطياب ديالهم من التحت. فكنظن ان الطريقه باينه بزاف بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالهم، فتماما بحال الغريبه. فهذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا. بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو بنان بزاف. وبالنسبه للطريقه ديال باش تنكهوهم، فنكهوهم باي حاجه عزيزه عليكم. ديروا لهم سكر الفانيليا او قشور الحامض او قشور البرتقال او اي حاجه متوفره عندكم. ولا بغيتوا تستغناو على النفع فكيبقى على حسب الرغبه ديالكم، اي حاجه كتبقى على حسب الرغبه ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا كذلك زر الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش انكم تدعموني بلايكاتكم وكذلك شي تعليق يكون زوين بحالكم. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات قادمه، والسلام عليكم.